السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حبايب قلبي أهلا بكم. قبل ما نتكلم على الفيديو الجميل وملخص مباراة الأهلي ونهضة بركان، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونوصل الفيديو ده لمية ألف لايك، وإن شاء الله كل التوفيق لسبورتنج بالمعادي إن شاء الله. طبعا بنبارك النهاردة للنادي الأهلي، بنبارك لجمهور النادي الأهلي، بنبارك لإدارة النادي الأهلي على الفوز الجميل ب2-0 على نهضة بركان في ملعب جاسم بن حمد. طبعا لقاء جميل، لقاء ممتع، قدر النادي الاهلي يتغلب على نهضه بركان 2-0. احرز الاهداف محمد شريف في الدقيقه 57 وصلاح محسن في الدقيقه 82. طبعا الحمد لله كل التوفيق كان للنادي الاهلي، وكل التوفيق دايما باستمرار النادي الاهلي. بشكركم على حسن تعاونكم، وده كان ملخص سريع لمباراه الاهلي والبركان، وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.